تحية طيبة للصديقات والأصدقاء الأعزاء. اليوم موضوع مهم كان المفروض أتكلم به من قبل لكن ما سمحت الظروف, هو موضوع السكن. في ناس تبحث عن سكن للإيجار, خلينا نقول هو مو رخيص لكنه أرخص ما ممكن أن يتحصل. شلون تحصل هذا السكن اللي هو أرخص ما ممكن أن يتحصل في منطقة الجي تي أي إيري؟ من تجربة شخصية إخوان, اللي يريد يحصل على أرخص سكن متوفر في جي تي أي إيريا لا يروح إلا للبروبرتي مانجمنت, اللي هي البنايات اللي تديرها شركات البروبرتي مانجمنت, مثل شركة كنف, واحدة من أشهر الشركات اللي تدير بنايات متعددة في منطقة كثيرة طبعا في منطقة الجي تي أي إيريا. شنو ميزة هذه البروبرتي مانجمنت؟ يكون التعامل المباشر بين التننت واللاندلورد أو هي الشركة, وتكون أسعارهم معقولة وخدماتهم ممتازة. الأسعار ممكن تحصل شقة في عماراتهم القديمة 2 بيدروم ب 1750 1800 إلى 1850, الماي عليهم بس الكهرباء عليك, الماي والهيت عليهم, فيبقى يعني نضيف لها الجراج. فأعتقد هذا السعر معقول أن تأجر به في مدينة مسيساغا, وما ممكن تحصل بي يعني بهيج سعر. بينما إذا رحت عن طريق خلي نقول طرق أخرى ما راح نسمي يعني حتى ما نأثر على أحد, لأن إحنا نحب الجميع ونتمنى لهم الخير, بس احنا دا ننصح الناس اللي جايين, لان بصراحة شدة وصعوبة يعني. وانا احكي لكم عن تجربة انا وقعت بيها شخصيا يعني, الى ان افتهمت الموضوع واتجهت بهذا الاتجاه وحصلت يعني برقم انا ما كنت اسمعه لما كنت اني اروح لديفرنت ايجنت وريالترز يعني كانت معقدة. فتخيلوا انا مره يعني اتصلت ب ريال استيت ايجنت, سيده هي عراقيه محترمه, يعني الشروط اللي طلبتها علي انا يعني ما كانت معقوله, بحيث يعني حتى ما بس اديت وياها التليفون يعني ما يعني بعد ما كلفت نفسي حتى اتصل مره ثانيه. فتنسد بوجهك البيبان لما تروح الى منافذ اخرى, تريد تشيل مضبوط والمباشر والأفوردبل اللي تقدر عليه, تروح للبروبرتي مانجمنت. شلون تروح عليهم؟ تفتر عليهم بالبنايات وتلقى الإعلانات, تلقى الإعلانات مالتهم. عندك منطقة عاجبتك روح شوف البنايات اللي بيها, وشوف إذا أكو قطعة بالعمارة من جوجل البروبرتي مانجمنت عندهم vacancies, يعني عندهم شقق متوفرة. أخوكم علي خلف من كندا, لا تنسون الاشتراك والإعجاب والشير. حياتي.